عاجل الآن. رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد مراد مزار يرجو السلطات العليا بأخذ قرارات صارمة لمحاربة الفساد بالجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم وضع الاشتراك واللايك حتى يصل لكم منا كل جديد وحصري. مبروك للجزائر مقدما. ولكن مراد مزار رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد يطالب، أرجو من السلطات العليا أخذ قرارات صارمة لإعادة النظر في أفسد منظومة في الجزائر ومتابعة كل المفسدين قضائيا. مبروك مقدما لكل الجزائر. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.